تعالوا بقى نعمل غدا مع بعض كده سريع واقتصادي وحلو جدا. انا جبت نص كيلو من البانيه، قطعته زي ما انتم شايفين كده على شكل الستريبس، حطيته طبعا نضفته كويس، غسلته كويس، وحطيت عليه شويه خل وملح ونص ليمونه كده، وقلبتهم كويس علشان خاطر الزفاره، وقطعتهم زي تقطيعه الستريبس بالظبط. تمام، اخدت منهم القطع اللي هي بتبقى يعني اللي هي فيها انسجه كده شويه، فيها عروق كده، اللي هي بتبقى قريبه شويه من يعني التقطيع بتاعتهم مش مظبوطه قوي، اخدتهم وقلت بقى ان انا هعملهم يعني فصلتهم عنهم، وابتدي ان انا اعمل لهم تتبيله حلوه قوي. بالنسبه للاكل بتاعنا النهارده، انا بنص كيلو بانيه هعمل الغدا كله على بعضه، فهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجه جبت كمان بصلتين، قطعتهم زي ما انتم شايفين علشان خاطر هضربهم في الكبه، وكمان بقى هنا في الحله فرمت الفراخ اللي انا قلت لكم عليها، كانت يعني متقطعه كده مش احسن حاجه، فرمتها على النار وحطيت عليهم شويه من البهارات، بابريكا وكاري وكركم وملح وفلفل اسود وكزبره وتوم باودر وبصل باودر. وفي الكبه حطيت قرن فلفل فلفل ملون احمر، وحطيت معاهم البصله وصفيتهم من ميتهم، ودي مهمه جدا علشان ما تملمايش معانا. حطيتهم على الفراخ بعد ما اتشوحت المفرومه، وحطيت عليهم شويه من المشروم اللي هو معلب. تمام، خدت بقى انا الميه بتاعت البصل والفلفل الالوان دي تحفه جدا اصلا، حطيتها على تتبيله البانيه، وتبلت البانيه بتوم باودر وبصل باودر وملح والميه بتاعت البصل والميه الفلفل زي ما قلت لكم، استفدنا طبعا بيها مش هنرمي الحاجات دي، وشويه من الكاري وشويه من الكركم، وقلبتهم مع بعض كويس قوي. ودي كده تتبيله تحفه جدا للستريبس، يعني طعمها بجد حلو جدا وهيفرق جدا معاكم في الطعم، جربوها. بس كده حطيتها بقى في بوله كده غويطه وسبتها. بعد كده جبت بضايه، البضايه وحطيت عليها كمان معلقه من النشا ومعلقه من الدقيق، وقلبتهم مع بعض عشان نعمل تغليفه حلوه للستريبس بتاعتنا. تمام، بس كده خلاص، هبتدي ان انا اقلبهم زي ما قلت لكم، وهتلاقي بقى القوام بتاعهم بقى كويس جدا وتغلفوا تغليفه محترمه. هنسيبها بقى كده على جنب وهنبتدي ان احنا نكمل. في نفس الحله اللي احنا عملنا فيها الفراخ المفرومه، حطيت بقى معلقتين من الدقيق، وحطيت عليهم شويه من الكاري، وحطيت عليهم كمان طبعا معلقه من الزبده في الاول، وابتديت ان انا اعمل البشاميل. ومهم قوي في الخطوه دي ان احنا هنحط 3 مكعبات من الجبنه المثلثات وحته جبنه موتزاريلا كانت باقيه عندي في، ومكعب مرقه طبعا وملح وفلفل اسود، ونزلت عليهم باللبن عادي جدا. وبجد جربوها بالجبنه وبالمكعب المرقه، طعمها حلو جدا وريتش. المكرونه بقى المسلوقه اللي انا كنت مجهزاها طبعا مبهراها كويس، نزلت عليها جزء كبير منها، ونزلت عليها شويه من البشاميل اللي انا عاملاه، وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. تمام، بس كده زي ما انتم شايفين قلبتها كويس جدا المكرونه مع البشاميل. بعد كده هبتدي ان انا انزل عليها بالايه، انزل عليها بالحشوه بتاعتنا. طبعا الفراخ عندي هنا اللي احنا اللي انا سويتها وشوحتها، زي ما قلت لكم النار ما تبقاش واطي عليها علشان ما تنزلش ميتها. بس كده خلاص، ادي هي الحشوه بتاعتنا، هحطها خلاص زي ما انتم شايفين حلوه جدا. بس كده خلاص، طبعا مهمة قوي في الخطوة دي ان احنا نفرد الحشوة بتاعتنا في كل القالب. بعد كده اتبقيت حبة مكرونة صغيرين، يعني الكمية الاكبر للمكرونة كانت هي اللي تحت، يا دوبك كده تغطية بسيطة للحشوة بس كده، وهحط عليها بعد كده بقية البشاميل كله. بس ابتديت ان انا اساوي الصينية كويس قوي، وحطيت عليها البشاميل زي ما انتم شايفين. بجد جربوا طريقة البشاميل دي، جميلة جدا جدا جدا، طعمها ريتش، وتحسوا ان هي معمولة بكريمة وهي اصلا من غير كريمة ولا اي حاجة. فمكعب المرقة مع الجبنة مع الميكس ده حلوة جدا، يعني بالطعم البشاميل بشكل حلو قوي هيعجبكم. بس كده خلاص، ابتديت ان انا بقى انزل كل الكمية بتاعت البشاميل، وهفردها كويس على القالب زي ما انتوا شايفينها كده، وخلاص كده خلصنا. بعد كده حطيت عليها الجبنه موتزاريلا كانت باقيه، سبت حته صغيره قوي، يا دوب هي اصلا اللي قدامكم دي اللي كانت باقيه، حطيتها على الوش كده علشان خاطر تدي شكل حلو من فوق وطعمها كويس قوي. بس كده، وبعدين حطيناها في الفرن، وكده خلصنا قالب النجرسكو. نظفت بقى مكاني وابتديت ان انا اشوف بقى هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى هنعمل شويه سلطه كده خضره حلوين،
مختلفه بقى السلطه دي بجد. يعني انا بحس ان انا اسمها سلطه اللي جنب المكرونه بالبشاميل بجد. يعني هي السلطه دي اللي بتليق على المكرونه بالبشاميل، ما اعرفش يعني هي دي اللي بتليق على النجرسكو، بتليق على كل الحاجات الصواني. فهي مكوناتها طماطم وفلفل وبصل، ما فيهاش خيار، يعني انا ما بحطش فيها خيار، بحس كده ان هي مختلفه. فهتشوفوها دلوقتي، قطعت طبعا الطماطم زي ما انتم شايفين كده سريعا جدا، وابتديت ان انا اجهز السلطه بتاعتي بسرعه بسرعه علشان خاطر بجد كنت متاخره جدا اصلا على الاكل، ويعني كانوا عاملين يستعجلوني جدا، ويعني مش قادره اقول لكم بقى الزن كان فظيع. بس قطعت خلاص الطماطم كلها، وابتديت ان انا اقطع عليها كمان بقيه الخضار، حطيت فلفل، فلفل حامي طبعا اختياري، انا صراحه بحب احط فلفل حامي لازم، وقطعت البصل جوليان كده زي ما انتم شايفين، بحب التقطيع دي جدا في السلطه دي برضو. يعني هي سلطه كده ما اعرفش، انا بحس ان هي ده يعني ده الاساسي مع المكرونه بالبشاميل، فنفس التقطيعه اللي انا بقطعها دي كمان. بس كده، فقطعت كل الحاجات الموجوده عندي من خضار، وقطعت عليها كمان بقى الفلفل، وخلصنا البصل وكل حاجه تمام. قولوا يا جماعه بجد، هو ليه الدنيا بقت كده والناس ما بقتش متقبله بعض، وتحس ان بقت الدنيا كده صعبه، مع ان يعني هي مش مستاهله، وان احنا المفروض نتعايش مع بعض ونطبطب على بعض. طيب انا دلوقتي هنا بقى نضفت طبعا الخضره بتاعتي وقطعتها، بحب جدا فيها احط بقدونس على كزبره، يعني بحس كده ان الكزبره بتديها طعم حلو قوي، فحطيت كمان البقدونس على الكزبره خلاص الخضره، وكمان بشرت معاها جزرايه. سلطه بصراحه انا بعتمدها مع الصواني، بحس كده ان هي بتتكلم عن نفسها. بس هحط عليها طبعا شويه الكمون الحلوين، وشويه الملح والليمون، وحبه الخل، وحبه فلفل اسود، وبس كده، وبقلبها بتبقى زي الفل. وبكده نكون عملنا كمان السلطه الخضراء وخلصناها، لغايه ما الصينيه اللي في الفرن تستوي وهوريكم شكلها عامل ازاي، استنوا معايا. هنا بقى كانت الصينيه لسه بتاخد الوش بتاعها، جهزت بقى التغليفه بتاعتي، عباره عن نشا وعباره عن دقيق، وحطيت عليهم شويه من الملح، وجبت بقى الستريبس اللي انا متبلاه وكنت سايباه زي ما انتم شايفين كده، متغلف كويس قوي بالتتبيله، يعني هي مظبوطه كده، لا تقيله ولا ان هي خفيفه، هي مظبوطه كده. اهم حاجه بقى في الخطوه بتاعه الاستريبس دي، عشان نتفادى حته ان احنا نعملها من غير التلج والحاجات دي، ان احنا ما نلمش اصلا الاستريبس، يعني الفكره نفسها ان احنا مش نلمسه ونعمله بالطريقه العشوائيه اللي انتم شايفينها دي. لا اما نحطه في علبه، يعني اما انتوا تحطوها في علبه وتبتدوا انتوا ترجوا العلبه، يعني قدامكم بقى الاختيارين. غلفت كويس، وابتدي ان انا انزلها في زيت، ايه، في زيت سخن، والزيت ده يكون زيت غزير، يعني علشان الاستريبس ياخد الوشين على طول في نفس الوقت. في النار وبتبقى زي الفل، هوريها لكم دلوقتي تبقى عامله ازاي. وادي النجريسكو طلعت بجد تحفه، يعني بجد جربوه على ضمانتي، حاجه كده بقى جوسي بقى للعشاق الجوسي بقى والجمدان كله، يعني بجد رائعه رائعه ومخدومه ومظبوطه جدا وما شاء الله، وفيها البركه، يعني مش مثلا عشان خاطر فيها فراخ قليله ولا النص كيلو عمل ايه ولا ايه، لا والله العظيم بجد هي البركه احلى من اي حاجه. فجربوها بجد والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا، هي بس عشان لسه سخنه، المفروض تسيبوها تهدى كده عشان اعرف اطلعها. انا كنت عايزه اوريها لكم من جوه عامله ازاي، والحشوه حلوه، وبجد الفلفل الملون ده بيفرق، وبين اهم حاجه بس تصفوه من ميته، لان هو بيبقى فيه ميه، فتصفوه وتستخدموا الميه بتاعته بقى في التتبيلات، وبجد هيفرق جدا، وجربوها على ضمانتي. وادي الاستريبس طلع زي الفل، شكله جميل ومهندم والمتغلف كويس ومفيش اي حاجه خالص. فده كان الغدا، واتمنى يكون يعجبكم، واتمنى انكم تتابعوني، وباي باي.